بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. يجب أن نفرح لأن أخاك كان ميتا فعاش وضالا فوجد. ميت إزاي يا رب؟ ده حي أهو ويتحرك وعنده يعني جسم يهدي جبل. لو ميت في موت يسموه موت أدبي، موت روحي، موت نفسي، ضحك عليه الشيطان موته وهو حي. قال في سفر الرؤيا لك اسم انك حي وانت ايه؟ ميت. فعشان كده الاب بص شاف ابنه مات ليه، ساب حضن ابوه، ساب بيت ابوه، ضحك عليه الشيطان. الأسبوع اللي فات كانت التجربة باستمرار، أول ما يجي الصيام يقول لنا مين عايز يخش الملكوت، ها استعد للتجربة، انجح اثبت في البيت، ما تضلش من بيت زي الابن الضال. لكن الابن الضال معرفش يثبت في البيت. سؤال، ايه اللي خلاه ياخد مرسه من أبوه، حقه من أبوه؟ في دالة بينهم، أبوه بيحبه، أبوه غني جدا، فبدل ما يفكر ياخد منه يقول يا رب نفسي أديك، أخد منك الحكمة، عايز أخد منك طهارة، أخد منك نقاء، عايز أخد منك معرفة، عايز أتعلم زيك، عايز أبقى مخي يبقى زيك، ساب الكنز الحلو وراح أدور على الكنز الأرضي، ساب الغنى بتاع أبوه، الغنى اللي يفوق العقل، وراح يدور على الفلوس والمال. قال له بس كده خد، ما هو ميت اعتبره مات. مات ليه؟ ينفع وابوك عايش تاخد فلوسه؟ وبعدين عندي غنى تاني، يعني ينفع واحد يروح لابوه يقول له الدين مثلا 1000 جنيه وابوه اصلا عايز يديله المحل بتاعه؟ يقول يا ابني المحل عايز اكتبه باسمك، تبقى انت دراع اليمين تقف وتشني، بدل ما تشني وتاخد المحل بتاعي وتاخد اللي انا اسسته وتعبت فيه، تاخد 1000 جنيه وتجري تلعب في الشارع، ما تقعد معايا وكله ليك. لا انا عايز الالف، خد الالف. خد فلوسه اعتبره ايه؟ مات لانه طلع بره حضن ابوه. يقول الكتاب وبعد ايام قليله قعد يفكر بقى. الشيطان في الاول ايه؟ يرمي البذره وبعدين يحليها في دماغه، وبعدين يسحبه شوية شوية يطلعه من بيت أبوه، يجيبه وش الأرض يسيبه بقى يرمي في الأرض في الشارع كده في العالم ويدور على واحد غيره. دي شغلة الشيطان. فعمل معاه كده، عرف يغوي ياخد من أبوه. وبعد أيام ليست بقليلة، طب أعمل إيه بقى؟ أيوة اطلع برا بقى، بدل ما أنت تبقى في البيت هنا ابن بس وتحت سيطرة أب، تطلع بره تبقى انت صاحب مشروع ولا صاحب مجموعة كده، تبقى انت الرئيس عليهم، تأمر وتنهي، تبقى انت ليك الكلمة الأولنا والأولى والأخيرة، يبقى ليك سلطان. هو ده الشيطان. راح للمسيح قال له ايه؟ انت جوعت باين عليك، مش عايز تاكل؟ ما تحول حجارة خبز، جاع. يقولوا الآباء آدم عاش في الجنة كان شبعان بربنا، ولما جاع لشجرة معرفة الخير والشر جاع، كل منها طلع بره الجنة تنه جائع لغاية دلوقتي. ابن آدم جعان لغاية دلوقتي، ساعة ما طلع من الجنة وهو جعان، فيش حاجة مكفياها، فيش حاجة مكفياها. خد فلوس أطلع بقى أكل براحتي بره، محمر ومشمر، وأكل بقى اللي يعجبني، سيبك من بيت أبويا والأكل اللي هو بيفرضه عليا كل يوم، عايز اكل براحتي. كل براحتك، سابه ياكل براحته. يقول له تطلع بره بقى تبقى رئيس. يقول الشيطان للمسيح ارمي نفسك من فوق الهيكل كده وكانك هتطير وتنزل بالراحه والملائكه تشيلك، نعمل منظر جميل كده، فيلم جميل قوي، الناس يتلفوا حواليك، ايه المنظر ده؟ ده نازل من فوق مش واقع، ده نازل واقف على رجليه، ده نازل بيطير، ده مين ده؟ ده المسيا، يبقى هو ده الاله، ده اللي احنا مستنيينه. قال له روح، احنا مش عايزين المظهريه دي، مش عايزين الحاجات
بتاعت العالم دي المظهرية والكبرياء روح. فراح سابه قال له مش عايزين، ضحك على ابن الضال، تعالى تبقى رئيس والناس يسجدوا لك، انت ابن الراجل الكبير ده الغني وانت غني انت كمان، يبقى ليك هبة وليك بيت احسن من بيت ابوك. ضحك عليه بعد ما سحبه من بره، قال له ناقص تكة صغيرة بقى كده. قال له ايه التكة الاخيرة ديت؟ عايز مني ايه تاني؟ قال له ما تيجي تسجد لي، العالم ده كله بتاعي، انت مش عارف كده؟ العالم ده بتاعي، لو سجدت لي هديك كل الدنيا دي. اسجد لك ازاي يعني؟ مفيش اعتراف في الكنيسة، اطلع بره الكنيسة. ايوه صح مفيش اعتراف، اعترف ليه؟ اقنعه، سجد له، طلع بره الكنيسة. تتناول ليه؟ في حاجة اسمها تناول؟ ده قربانة وأباركة، انت مصدق الكلام ده؟ اسجد لي، مش حقيقة. صح كلامك مظبوط، اقنعتني مش حقيقة. راح سجد له، لسه بتقول في صلاة وفي إله؟ إله ايه ده؟ الحاجات دي بتطلع لوحديها كده، مفيش إله ولا حاجة في الكون. اسجد لي، يقول صح مفيش إله. ايوه تعالى ورايا، مفيش إله. طلع ورا سجد له، أول ما سجد له راح جابوا الأرض، اشتهى أن يملأ بطنه من طعام الخنازير وما لقاش، ما لقاش. وبعد ما لقاش افتكر بقى، قال ياه فاكر أبويا زمان كان يفضل عن عبيده الأكل، وأنا هنا أهلك جوعا أقوم وأرجع الآن. الحتة الجميلة في الإنجيل كله كلمة أقوم وأرجع الآن. أقوم يعني إيه؟ أصلب ذاتي، أموت نفسي، أموت إرادتي، أموت، أصلب نفسي. بولس الرسول يقول إيه؟ من أجلك نمات طول النهار. ده معرفش طول النهار يموت نفسه، لكن لما اتزنق وربنا جابه الأرض قال أقوم الآن أموت نفسي بقى، سيبك من أصحابي بقى والناس دي والأكل ده والمكان ده والعيشة دي والعيصة دي، ارجع تاني لأبوك. لما عرف يقول أقوم الآن يموت، ياخد قرار، مش هسجد لك تاني من أول النهاردة، مش هصدقك تاني من أول النهاردة، أنا فهمت اللي أنا كنت غلطان، كنت ميت وكنت ضال. عشان كده لما رجع قالوا يا ابني افرح، يجب ان نفرح. ليه؟ اخوك دوت كان ميت، كان ضال، ضحك عليه، سحبه بره وخلاه يسجد له بره، ضال. دلوقتي وجد، وجد فين؟ وجد في حضن ابوه، وجد في بيت ابوه، وجد في مكانته الاولى، مركزه الاولاني. كان ميت وكان ضال، فوجد، لقيته، لقيته جه الحضن لوحده كده، ايه اللي خلاه يرجع لوحده؟ نعمة ربنا اشتغلت معاه، فكرته باللي فات، باللي زرعه زمان. ربنا على فكرة ده درس دوت ناخده كلنا، كلنا زي الابن الضال ده، أو تمر علينا مراحل زي الابن الضال، مرحلة بنضل فيها بنموت فيها عن المسيح وعن الكنيسة وعن الأفكار الحلوة، بنموت أوقات. لكن أول ما ربنا يقول فاكر زمان لما زرعت فيك، لما عرفتك. حتة جميلة لقيتها في النبوءة بتاعت يوئيل في الأسبوع ده، يقول إيه؟ عشان خاطر زعلتموني وأغضبتموني بعتلكم جيش جراد، مفيش فايدة، جيش تاني مفيش فايدة، جيش بقى بالعساكر صحتكم، جابكم الأرض، جوعكم، خدكم عبيد عنده. ولكن لما تبتوا، انتوا تبتوا والجيش اللي أنا بعته تكبر، قال ده إيدي اللي عملت، خضعت كل الشعوب ليا، ايدي اللي صحقت كل الناس دي، اتخلت كل البلاد دي تحت سيطرتي. راح ربنا بعت له نبي من الانبياء قال له لا 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 تنساش نفسك، اقف على كده كفايه، ده انا اللي سبت لك السلطان، انا اللي استخدمتك عصايا تأدي بها عيالي، انت مش بقوتك، لا ده انا اللي اديتك القوه وانا اللي سمحت لك، انا استخدمتك عصايا
تأدب بيها عيالي، عيالي تابوا خلاص ترجع مكانتك زي كان من الأول وأقل كمان. لكن عيالي دول بقى يقول لهم إيه؟ افرحي يا ابنة صهيون، هتشوفي عجب من أول النهاردة، هتشوفي ربنا يغنيك إزاي ويعوضك عن السنين التي أكلها الجراد. كل اللي فات أول ما تبتي يا أورشليم هعوض أيامك تبقى كلها أيام فرح، وهتنسي الغم اللي فات والضيقة اللي فات والتجربة اللي فاتت والامتحان اللي فات، وتتمتعي بيا، تاكلي وتشبعي وتسبحي وتفرحي، لأن أنا مستنيكي من زمان. كنت ميتة فوجدتي، وكنت ضالة فرجعت تاني لحضني. تعالي لحضني يا أورشليم زي الأول، تاكلي وتسبحي وتحسي أنا فعلا الإله، الإله الكون ده، الإله الغير محدود ده في وسطك. أبوكي بقى معاكي، أبوكي حطك في حضنه. جميل قوي لما الإنسان فينا يخش الكنيسة يقول يا رب نفسي أخد حضنه، نفسي أتمتع بأحضانك، ونصليها قبل ما ننام صلاة الغروب. اسرع لي بفتح أحضانك الأبوية، أنا قضيت يومي بعيد عنك، اليوم خلاص هينتهي، قربت أنام، قربت أموت يعني، قربت أنام، حط دماغي يمكن ما أقومش. فأسرع لي يا مخلصي بفتح حضانك الأبوية، أن أفنيت عمري في اللذات والشهوات، قد مضى مني النهار وفات. اسرع لي فتح حضانك الأبوية. يقول لي تعالى، أول ما أطلب منه الحضن الأبوي، أول ما أطلب منه أرجع بيته، أول ما أطلب منه أكون في إيده، ماسك في إيده وهو ماسك بإيدي، خلاص يجب أن نفرح. افرحي يا ابنة صهيون، هتشوفي عمل ربنا العجيب، عمل ربنا المجيد، عمل ربنا الفائق. هتاكلي وتشبعي وعودك عن كل فات، ومش بس كده، تحسي بشعور الله وستيكي. أهم حاجة في الموضوع كله إن الابن الضال فرح بوجود أبوه، نسي كل اللي عمله، لأن أبوه نسيله كل اللي فعله، فعشان كده بقى فرحان إن أبوه نسيله كل حاجة. بقى أنا قاعد في حضن الأب الطيب ده اللي أنا غدرت بيه وسبته وجريت بعيد عنه وضيعت فلوس وضيعت تعبه وضيعت شقة، مش مهم، في غنى تاني عايزين ندور عليه، في كنوز تانية عايزين نفتحها، في حاجات تانية عايز أديها لك. سيبك من اللي فات ده، سيبك من الأرض واللي فيها دي، سيبك من الفلوس اللي أنت ضيعتها، تعالى ارجع تاني، ادوله الخاتم يبقى ريس في البيت، اديله الحذاء يعرف يمشي في سكة بتاعتي مظبوط، اديله لبس جديد كأنه ما عملش حاجة، كأنه تاب بقى أبيض في أبيض، لبسوه لبس جديد زي الأول وأحسن من الأول. هو دوت حياة، وكل واحد فينا يعيش في بيت أبوه فترة، وبعدين يبدأ يدل، وبعدين يبدأ يفتكر، يرجع لحضنه. بس يا ترى الابن الضال ده قعد كام سنة بره بيت أبوه، وفهمها إزاي، وإيه اللي خلاه يفهمها ويقول أقوم الآن؟ ما يمكن وأنا ضال أموت، يمكن قبل ما أفهمها أنتهي. علشان كده الواحد مش ضامن حياته طول ما أنا ماسك في ربنا. أقول يا رب إيه، ما تخلينيش أسيب إيدك، ما تخلينيش أطلع بره حضنك، ما تخلينيش أموت الموت الأدبي دوت، ولا النفسي ده، ولا الروحي. خليني حي في الكنيسة. لو أنتوا واخدين بالكم حتة جميلة قوي يقولها أبونا هو بيصلي، أخذ خبزا على يديه اللتين بلا عيب
ولا دنس، الطوبويتين الايه المحييتين. اول ما شال الخبز على ايده بقى خبز ايه محيي، خبز ايه محيي، بقى فيه حياه. مش ربنا اللي شاله ده، بيقول المسيح انت اللي خدت وانت اللي شلت. دلوقتي انا مش موجود، انسان انا دلوقتي، انت اللي ايه حلاتي ايه بنفتكر وبنعيد الذكرى يوم ما انت كنت قاعد في خميس العهد. فانت دلوقتي موجود وسطينا، اخذت خبز على يديك الطوبويتين المحييتين، عشان كل اللي ياخدهم كل اللي ياكلهم يبقى ايه، يبقى حي. ابني كان ميتا في ايه حي، خد الحياة عشان قرب من الايد المحيية. اول ما مسكه بايده دبت فيه الحياة، اول ما خده في حضنه دبت فيه الحياة. عشان كده قال ايه، يجب ان ايه نفرح، نفرح لانه كان ميت رجع لحضني، كان خلاص ضل فخد الحياة، خد الحياة لان انا مسكته، ايده محيية وكل اللي قرب من ايده ياخد ايه حياة، جسده محيي، كل اللي ياكله ياخد ايه حياة، حضنه مريح في راحة وسعادة وفرح، كل اللي قرب من حضنه ياخد الفرح والسعادة والحياة. يجب ان نفرح لان ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. اطلبوا، تعالوا نطلب من ربنا كلنا، نقول يا رب ادينا ايه الحياة ودينا ما نضلش تاني. كفاية علينا الايام اللي فاتت اللي ضيعناها من عمرنا، كل شوية الواحد يسأل نفسه ضيعت كم سنة من عمرك بعيد عن ربنا، ضيعت كم ساعة بعيد عن ربنا، ضيعت كم لحظة بعيد عن الفكر قدام ربنا. كل ما الإنسان يبعد عن ربنا بيضيع، وكل ما يقرب منه إيه بيجني، بيزرع عشان يجني إيه ثمر حلو. ربنا يفرحنا بيه ونفرح بيه، له المجد الدائم.